مرحبا بكم من الأردن. بالنيابة عن زملائي في جمعية أطباء أمراض الروماتيزم والمفاصل الأردنية، يسعدني بالترحيب بكم في الحضور والمشاركة في فعاليات مؤتمر الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم المقرر عقده بين 18 و21 آذار من 2020 في العاصمة الأردنية عمان. ويسعدني كذلك أنه من الأردن تمت انطلاقة جديدة للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم باعتماد نظام أساسي جديد وبناء موقع إلكتروني باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. نعمل في اللجنتين التنظيمية والعلمية على أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر لكافة الأطباء العرب، ويسعدنا مشاركتكم في فعاليات هذا المؤتمر، كذلك مشاركات الدولية بالأخص الجمعية الفرنسية للروماتيزم. نتمنى لكم مؤتمرا ناجحا بالمستجدات العلمية والأبحاث بما يخص تشخيص وعلاج أمراض العظام والروماتيزم والمفاصل، لنقدم أفضل خدمة لمرضانا في المنطقة العربية وعالميا. معا سنضع الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم على الأجندة العالمية للجمعيات الإقليمية لأمراض الروماتيزم والمفاصل. نتمنى لكم إقامة ممتعة في الأردن والاستمتاع في فصل الربيع المزهر وزيارة مواقعنا الأثرية القديمة التي تمتد عبر آلاف السنين. أهلا وسهلا بكم في الأردن.